أهلا بكم من جديد، وعلى الموعد مستمر بفقراته المتنوعة والغنية. والآن مع فقرة الصحة، وضيفنا الدكتور حسن كلداري، أستاذ الأمراض الجلدية في جامعة الإمارات. وموضوعنا اليوم: الكرش الكبير عند الرجل، أسبابه وكيفية التخلص منه ليصبح أكثر قبولا من النساء. ومنه نبدأ مع دكتور حسن جلدار. نرحب فيك دكتور حسن على وجودك معنا في الاستوديو. ويعني هذا الموضوع جدا مهم، انتشار الكرش في خصوصا في دولة الإمارات بالضبط شيء مش طبيعي. اللي مسوي عملية تغيير مجرى، واللي ربط معدة ودايت والناس تبغى حلول سريعه، ما يبغون الرياضه. معنى الرياضه حتى حلو. نبدا نعم. مع تقدم نعم. السن نعم. واحيانا بعد الزواج يكبر كرش الرجل. ما بعرف اذا هو بينبسط بالاكل، بيرتاح على وضعه، شو السبب؟ وهل ترى انه الكرش شيء بشع؟ يمكن في ناس بيحط كرش الواجهه شيء جميل، فشو رايك؟ والله هو تبغين الصراحه صح كلامك من هالناحيه، هاي من ناحيه ان شو اللي يحصل لما الشخص يتزوج، صح انه يمتن. ايه بالفعل، اي واحد عنده كرش يقولك هذا متزوج. يعني ايش ربط الزواج بالكرش؟ لان احنا طريقتنا، لو تشوفينها فرضا نظره تاريخيه، الانسان لما اصلا تكون كان قبل لازم يبين قوته، فكان يعني دائما يكون ضعيف قوي وما ادري كذا، بس عشان نوعا ما يعني يجذب يعني الزوجه. لكن خلاص من لما يجذبها بس خلاص، بعدين بيقعد هو ساكت، ما يبغي هذا، ما حط بال انه يجذب حد ثاني، فخلاص هني يكبر. فعشان كذي يبتدي يكرش. هو شيء بشع يعني المرأة، ما بعرف كيف أحفي النساء، ممكن قد ما يكون مليان هيك وفي كرش بتحس هذا يعني دليل على أشياء كثيرة، أحيانا جيبة مليانة، أحيانا أنه هو عنده هيك حضور. بالضبط. في ناس بتشوف أنه نياعة يعني. لما تشوفين فرضا المسلسلات، يعني عندك شهريار وما أدري كذا، يكون قاعد فرضا على هذا ومكرش وحالة حاله والنساء حوالينه. فالرجل كيف ينظر للكرش؟ ما بيحب صح؟ لا والله هو ترى بالضبط على حسب. اذا كان فرضا خصوصا الحين في الدنيا هذه، في العمر هاي عندك الاعلام وهالاشياء هذه كلها الموجوده، الشخص لما يشوف عمره زين ويشوف ان عمره انه هو مثلا مكرش وتعبان وكذا وهالاشياء هاي، يبتدي يحس انه لا، انه في شيء غلط. نعم، حلول وعلاجات ونصائح يمكن. الحلول ترى اول حل لازم نمشي على حميم على الكرش. نحن بدنا نركز على الكرش على اساس نحن خرجنا عن موضوع الكرش. موضوع كبير هو. لا، هو اهم شيء ان الشخص يمشي على حميه معينه، وفي نفس الوقت يمارس الرياضه. طبعا بيوصل مرحلة أنه مهما سوى مهما كذا، أنه في بتتم مناطق معينة في مكان الكرش هذا، مهما حاول صعب أنه يتخلص منها، خصوصا بعد بلوغ سن الثلاثين. أو يعني يمكن كل ما واحد كبر في السن صعب أنه يرجع مثل العشرين. كبرتنا. لا بعدك شباب دكتور، ما شاء الله عليك. في المرحلة هذه إحنا من هنا نقدر إحنا نتدخل، يعني تدخل طبي جراحي. شو الحلول عندكم أنتم بالنسبة؟ ما عندي أعطيك الحلول جعفر، مش عم تعطيه فرصة. عندك كثير من الحلول. أول عندك الحلول الجراحية زين، وعندك الحلول غير جراحية. الحلول الجراحية هذا طبعا اللي احنا كنا عارفينها من قبل، هذه اللي كانت موجودة مثل شفط الدهون. عندك المنطقة هاي قالوا والله يا ابو المريض شفط دهونه، قال خلاص روح. لكن الحين طبعا الناس كثير منهم يخافون انه يسوون فرضا هالعمليات هذه، وما في نفس الوقت شفط الدهون تحتاج انه يتم فرضا الشخص يعني ما يشتغل لفترة معينة، فترة مثل يتم فترة نقاهة حوالي على الأقل أسبوع. هلا كدكتور تنصح فيها العملية ولا هم بس بيخافوا منها؟ هي يعني بنصح فيها ولا بلاها؟ حق بعض الناس مثل هذيك اللي عملت عملية وصار عندها غيبوبة. سناء. جميل أظن. لا مش سناء، لا ثانية. حق بعض الناس ننصح فيها، لكن حق كثير من الناس اللي فرضا عندهم بس يعني شو الأسباب ممكن؟ شو أسباب إنه ممكن تحصل غيبوبة؟ هل في خطأ من الدكتور؟ ما أعتبره خطأ. هو عادة خبير التخدير مثلا يكون، هو عادة التخدير الكامل، البنج الكامل، البنج العام، هو اللي نوعا ما يتعب المريض شوية. في نفس الوقت الشفاط فرضا دهون كثيرة في نفس الجلسة، عادة احنا ما نشفط كثير من يعني بالكثير حوالي 2.5 لتر. في بعض الدكاترة يعني الله يسامحهم يعني يحبون مرة واحدة، هي انا والله شفطت 20 لتر، والثاني يقول انا شفطت 25، كل واحد يتخقق على الثاني. ويقال ممكن في خطورة انه يرجع يجمع في اماكن غلط بالجسم ولا لا؟ اذا زاد الوزن ترى انت تسحبين، ترى الشحوم كيف عبارة عن خلايا، اذا سحبتيها اوكي خلاص مو موجوده، لكن ترى الحين في موجوده في اماكن ثانيه. اذا اكل الشخص من غير وعي، اكل مثل ما كان ياكله هو من قبل، طبيعي لانه ما غير شيء بنمط حياته. فش اللي يحصل الاماكن الثانيه اللي الحين الشحوم فيها
تخزن يا سلام. طيب وربط المعدة وهالأمور تانية بعدها مستعملة بهالكرش ولا لا؟ لا بالعكس، ربط المعدة ترى حق كثير من الناس يعني مهما حاولوا مهما سووا ترى صعب إنه يضعفون، فيعني نوعا ما ربط المعدة تساعد حق بعض الناس، وخصوصا إنه هي خصوصا إن السمنة ترى تأثر فرضا على السكر والقلب وهالأشياء هذه، فبالعكس يعني شافوا الحين دراسات كثيرة أن لما يربطون المعدة حتى السكر يختفي عنهم والله. إيه فلما يضعف الشخص يعني طيب. تنصح فيه يعني هاي. أنت ذكرت الحل الجراحي حق بعض الحالات. بعض الحالات. ذكرت أنت الحل الجراحي اللي هو الشفطة، طيب الحل غير جراحي شو؟ في الحل غير جراحي ترى الحين باستخدام الليزر، الأشياء هذه طبعًا يجي لك المريض يعني يتم فترة معينة في العيادة حوالي قريب الساعة جلسة واحدة يعني بطريقة معينة في مثل جهاز معين نسوي له إياه كجلسة واحدة يتم ساعة واحدة والمنطقة اللي إحنا نحاول يس نعالجها. شو تسوي؟ شو وظيفة هذا الجهاز؟ الجهاز نوعا ما يجي على شكل ما أدري حط صورته ولا لا، لكن نوعا ما تحطين على المنطقة هاي في مخارج الهواء قاعدين نشوفها. فهي مثل هذا، فشوف تشوف الهاند بيس اللي هناك الشحم يدخل داخل الهاند بيس هذا زين، ودرجة الحرارة اللي موجودة داخل أبرد من الدرجة العامة. طيب. فتوصل لمرحلة أن شو اللي يصير، ترى الخلايا ترى الشحم عبارة عن خلايا. نعم. فلما تتجمد تموت. فحوالي قريب 30-40% من هالخلايا هذه الموجودة داخل الجهاز تموت. طيب كم جلسة محتاج الشخص على أساس؟ عادة أغلب الناس حوالي قريب يمكن 70% منهم يحتاجون جلسة واحدة. يعني معقول كرش تكون هالقد بدها جلسة؟ لا 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 لا. لا. آه. لا على حسب الحالة. سنتكلم عن الشخص اللي لسه مبلش. لا أنه لا يلعب رياضة ومسوي رجيم ووصل لمرحلة إنه مهما حاول ليه حين شوية الكرش ترهل يعني ترهل البطن ولا مو بس ترهل، لأن في منطقة يعني شوية كرش هي شوية كرش. أنا إحنا عم نحكي كلنا عن الكرش شوية كرش. لا الكرش الكبيرة هاي تحتاج راحة. أوكي مستحيل الجهاز يتعب. بس هذا هل لها سايد إفكت مثلا هذا الجهاز في حالة إني أنا استعملته ممكن الكرش ترجع مرة ثانية؟ لا ترى ما ترجع خلاص. من لما تتخلص أنت بعدين من هال مثل ما قلت لك الخلايا من تتخلص منها بس خلاص ما ترجع. طيب الجماعة في الجاليري مكرشين يبغون يسألون كم سعر الجلسة؟ مكرشين حلو. هو على حسب المنطقة لكن عادة تروح بين 5-7000 حق الجلسة. 5000 درهم من 5000 درهم ل 7000 لكن على حسب المنطقة اللي تعالج. وكم مدة الجلسة؟ ساعة. ساعة. ساعة من الوقت. جميل. شو يعني ما مش بحاجة أنت جعفر يعني فيها ألم بتتوجه؟ لا 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 ما يعني في البداية طبعا شيء جديد لأن مثل إحساس بارد. أنت كدكتور صراحة تنصح فيها لأي عمر ولا أي يعني في عمر يعني محدد أو إنه يعني في شباب ما يحتاج لهذا الجهاز يقول كنت أسوي رياضة واتعب شوي أفضل منك تستعمل الجهاز هذا صح ولا صح؟ لكن أنا يعني عادة يعني بالشخص لما يكون عمره فرضا فوق 25 قريب 30 لين فرضا حوالي قريب 50 يعني